هذه الانتخابات تعقب سلسلة أزمات كبيرة أبرزها الانهيار الاقتصادي والعملة المحلية والاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد ضد الطبقة السياسية، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت الكارثي. يحق لما يقارب 4 ملايين ناخب أن يدلبوا أصواتهم في صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى 7 مساء بالتوقيت المحلي، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات. من المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي. هذه صور مباشرة مشاهدينا لإدلاء مفتي الجمهورية اللبنانية بصوته في هذه الانتخابات التشريعية كما شاهدنا منذ ثواني.